اسمعوا والقناديح الزناديح والبيستاش والربعه ديال الكذابه والربعه ديال المبردعين للشعب الجزائري واللي باغيين تقنعوا الجزائريين بعدما فشلتم في ان يكون لكم قدم في البريكس بغيتوا تقنعوهم بان حتى المغرب ترفض. المغرب ما دفاعش، ليس مغرب لا يقول، ولكن طلب ان تدخل 23 دوله من المغرب ليس مغرب. ثم قال ماذا؟ ليس مغرب، الجزائر صحيح. الجزائر صحيح، الجزائر. وكما تعرفون نحن ستين نتحدث علاقة جنوب افريقيا مع الجزائر تاريخيا وعميقا. قال لهم وكما تعرفون نحن نستطيع ان نتحدث مع الجزائر تاريخيا وعميقا، يعني بغى يقول بان احنا الجزائر عندنا علاقه معهم مزيانه، ولكن المغرب ليس مغرب. صافي، هذه هي التالي ديال يا عبد المجيد. انا نخليك مع ولد مع المواطن الشريف، هذا راه نتاعكم ماشي المعارضه والمخزون وجماعه الصوص، لا لا لا، هذا راه نتاعكم، هذا راه شيات نتاعكم، يعني كيهضر معاك بحب. سمع سمع اش كيقول لك السي عبد المجيد، سمع. لا والله منيتي تماك باغي تدخل بريكس ايا صح، والله الا منيتي بالله السي عبد المجيد منيتي، واش مني انت باغي تدخل بريكس؟ صافي مارشي، صافي مارشي، تمشى لك. الجن هما من يخدموا يتعبوا في الاقتصاد ولا يعيوا، دير لهم ماساج ولا ما بغيتها لكش السي عبد المجيد، والله ما بغيتها لكش بالله. شتي شنو قال لك؟ غتولي في اخر ايامك ماسوز، في اخر ايامك السي عبد المجيد غتولي انت ماسوز. ها هو قالها لك، قال لك ملي عياو هذاك لافروف مع هذاك بوتين مع هذاك تشونغ زونغ فونغ مع هذاك ديال جنوب افريقيا وديال البرازيل، يعياو يخدموا يديروا اقتصاد ويعياو، غيدوزوا عندك المراضيات دير لهم المساج. انت في خريامك يا سي عبد المجيد غتولي ماسوز باتوز. فكرني في ذاك الايامات اللي كنا كنقراو لا موسونوز باتوز، تحيه للجيل ديالي اللي قراو في القسم الثالث لا موسونوز باتوز. ها غتولي ماسوز السي عبد المجيد، شتي الاهانه اللي كيديروا لك ولاد بلادك؟ شتي لا حول ولا قوه الا بالله. كيضحك عليك السي عبد المجيد، كيضحك عليك السي عبد المجيد، كيتهكم عليك السي عبد المجيد. صيفطها لياسير، غنصيفطها له. واش غي ياسير؟ غدا خص كلشي كلشي فين ما كان قادر، وماشي الطريقه الوحيده اللي تكرهوا فيها في التيك توك، ما تهدروش ملي تطلعوا تناقشوا ويكون تما قادر، ما تهدروش، ما تسبوا، ما تعايروا، ما تجبدوا صحراء غربيه مغربيه شرقيه زعتيه بعد جبهه، لا 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 لا. طلع وسمع، خص يكون عندك تليفون اخر، جوج تليفونات ضروري، وسمع له، سمع له هادي وخرج بحالك. والله ما يبقى يدور في التيك توك، نقسم لكم بالله ما يدور في التيك توك مازال. ويكون يكون مشحا كلك بيدخل بشك. سمعتي شنو قال لك؟ سمعتي شنو قال لك؟ سمعتي شنو قال لك السي عبد المجيد؟ ماشي انا اللي كنضحك السي عبد المجيد، قادر هو اللي كيضحك عليك. سمع، ويكون يكون مشحا كلك بيدخل بريكس. المالي والسينيغال ما قبلوكش فليك، قال لك بغى يدخل السين للبريكس. اذا لاحظوا معي يا ابن عمي بان قادر واخيرا قال الحقيقه، قادر قال الحقيقه التي غنسمع على الخي سلطان، اخي احمد سلطان خصو يسمعها. شوف اخي احمد سلطان عارفوا دابا مزير في هذه الايام، راه مفقوس عنده واحد شويه ديال الضمير كيفيق شويه هكا. انا نضحكك شويه مسكين، انا نضحكك شويه. شوف احمد سلطان، احمد سلطان شوف في اطار ندير لك شويه نتاع التفواج تفوج، هذا قادر قادر 31 يسخر من السي عبد المجيد والجزائر التي طلبت الانضمام الى البريكس، واليوم ما كاين لا بريكس لا استزعت. اسمع اسمع، السلام عليكم. بريكس لا يا حرام لي عيب، ويقول لك لي عيب يلحق. بريكس ماشي جاري، غير بغيت نخبرك بلي البريكس هي منظمة اقتصادية سياسية ماشي جمعية خيرية. بريكس مي مدوش
من يدي تماك باغي تدخل بريكس. هيا صحايا مليح صافي مارشي نجم تمشي لك نجم هما من يخدموا يتعبوا في الاقتصاد بلا يعيو دير لهم ماساج ولا طيب لهم لا تاي ويكون يكون مشحا كلك بيدخل بريكس حتى المالي والسينيغال ما قبلوكش في الكواكسي قبلوك شتو دابا واحد خزناجي عاود اش غايقول لهم خزناجي هذاك المحلل اللي سميتو خزناجي غايقول لهم راه الجزائر ذاتها بالعاني هي عارفه ما غتقبلش وحطت داك الملف باش دير الاحراج نقسم لكم بالله حتى يقولها اقسم لكم بالله خزناجي حتى يقولها وسيصفقون له وسيقولون ان خزناجي اكبر محلل في العالم غيقول لهم خزناجي اليوم في اليوتيوب ماشي اليوتيوب غيقول لهم الجزائر عارفه راسها ما غتقبلش ومع ذلك حطات الملف باش تدير الاحراج لواحد الدوله سميتها الهند والبرازيل في اطار معادله لا يمكن ان تتم بين هاته الدولتين الا اذا كانت الصين وروسيا في المقابل وبالتالي هي غتكون في الوسط باش ملي غتجي تدوز الهند من هنا غتلقاها شدها في الشوكه وملي غيشعل الضو الخضر غيدوزو بربعة وغيديرو كسيدة وغتربح الجزائر صافي هما بربعة غيديرو كسيدة غيموتو كاملين غيبقى غير تبو الحي هكا غيقول لهم خزناجي هذه التحليلات نتاع خزناجي والتي يتابعها الكثير من المبرداعين بالجيمات والتعليقات كيقولوا له انت اكبر محلل شم واحد طلع داك النهار معايا قال لي خصك دير نقاش مع خزناجي خصك انت دير مناظرة مع خزناجي عندهم شي اسماء اخوتي في ذاك الجزائر نقسم لكم بالله الا واعري بوسبير كادير بن سديرة مشاكرة صوفيا بلامان دي جي رفيق مستر ابي خزناجي وبغاو البريكس دابا انت غتدخل البريكس بهادو دابا غبن عمي زيدوا خير الله بارطاج نوصلوا 2000 الله يرحم والدي بغيت نقول لكم الجواب نتاع لافروف الجواب الرسمي نتاع لافروف الذي صرفق الجزائر صرفقة ماشي صرفقة شتي داك الشيء نتاع وحسن ماشي وحسن مع قال له بالروسية واحد الجواب فيه واحد الإهانة للجزائر أنا والله ما نرضاها لخوتي الجزائري والله ما نرضاها لكم أخوتي الجزائري ما نرضاش انا لافروف يقول داك الهضره وانا عندي رئيس سميتو السي عبد المجيد كيقول لهم نحن قوه ضاربه لانه فعلا يبدو انها قوه ضاربه في الحيط غادي الحيط ما فيهاش حركوا لي النواعير وغادي نمشيو لافروف قبل ذلك ابن عمي قلبت على واحد الفيديو هاد قادر هذا اللي دوزت لكم دابا عاد علاش دار داك الفيديو يسخر من المغرب ما كانش كيهضر على الجزائر كان كيهضر على المغرب ملي قال لي على اللي يعيب يلحق ها هو الحق ولكن على من كيعيب كيعيب على المغرب الذي حسب زعمهم انه طلب المغرب لم يطلب قادر سنطح بن قندح المغرب ما طلبش الانضمام وما سوقش المغرب لا يعرف البريكس ولم يسوق للبريكس غتقول لي ايوا هذاك الوزير ديالكم قالها بالسيف غيقولها راه كيكذب انتم عندكم الخارجي ديالكم كتكذب جيب لي دليل اخر غنجيب لك الدليل اخر ابن عمي جبت لك الدليل اخر ابن عمي غادي نمشيو للتيك توك غادي ندخلوا ماشي دابا تفرجوا معايا في اللايف اللي ما تيقش يدخل يقلب على الاسد الاطلسي واحد السيد سميتو الاسد الاطلسي انا تما لقيتو عنده الاسد الاطلسي ها هو عنده الصوره ديال الحسن الثاني وديال محمد السادس غتلقاوه بمجموعه الدول بلاتي يا خي باش نعرفوك شكون انت بلاتي هذا السيد اللي غيهضر دابا
في حوار تلفازي القناة ما كتبانليش هنايا مع إرتي مع روسيا القناة نتاع روسيا العربية إر تي يعني نتاعهم يعني نتاع الحليف الاستراتيجي نتاعهم ماشي نتاع الصوص ولا البوس ولا العوص ولا الكوس ولا لا 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 نتاع إر تي الروسية أجي إر تي نتاع روسيا ولا نتاع تركيا ماشي وزير خارجية لا هذا دابا نقول لكم شكون هو هو مدير المكتب ديال الشرق الأوسط داخل وزارة الخارجية الجنوب إفريقية هذا مدير مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الجنوب إفريقية كيتكلم العربية عنده العربية شوية مهرسة مزيان وشنو قال بخصوص واحد السؤال مهم سمعوا حتى الاخر وركزوا مزيان ان تدخل البريكس او توسيع البريكس كما تحدثت قبل قليل وهذه الفرص هناك 23 دولة عندهم فرص 23 دولة حسب القائمة التي قدمتها جنوب افريقيا سعد سفير لكن ربما مصادر مغربية نفت ان تكون الرباط طالبت بالانضمام لا شوف هنا بغي يهرب باش تعرفوا بأن المؤامرة كانت مسطرة بين جنوب إفريقيا والجزائر هنا بغي يهرب بغي يهرب بغي يهرب من السؤال صحفية قالت له كدا كدا صحفية ديال القناة الروسية باش تعرفوا بأن روسيا معنا ماشي مع غانا أنا أقول لكم علاش معنا ماشي مع غانا بلاتي روسيا حرجات وطرحت له السؤال ثلاث مرات يعني ما عندك فين تهرب قول لي المغرب واش حط الملف بقى تقول لي انا هنايا 23 اسمع الان كما تعرف هل لديكم رد بهذا الخصوص؟ لا هناك من المفروض يكون الشورى بين او نحن نقول باللغه الانجليزيه كونسنسس بين مشا كيهرب لها الشورى كونسنسس نقول بالانجليزيه كونسنسس حنا قلنا المغرب واش طلب ولا ما طلبش من الكونسنسس اش من شورى اش من كونسنسس زعما من يدخل ولا لا يدخل ولكن طلبت ان تدخل 23 دولة منها المغرب شتي عاودات سقسات له قالت له منها المغرب ليس مغرب ليس مغرب عليك نور يا حبيبي ليس مغرب شتي قالها بواحد اللغة ماشي عربية ها لأنه ماشي عربي هو ليس مغرب أحببت هذا الرجل خاصة حين يتحدث العربية مهرسة ليس مغرب داك العربية نتاع الهنود ونتاع الفلبين هي هذه ليس مغرب نعاودوا نسمعوها مزيان اخوتي اولا منها المغرب ليس مغرب الجزائر صحيح الجزائر صحيح لكن ليس مغرب الجزائر صحيح بس المغرب ليس مغرب نعاودوا نسمعوها اسمع قادر واحد ليس مغرب الجزائر صحيح 23 بس اسمعوها القناديح الزناديح والبيستاش والربعة ديال الكذابة والربعة ديال المبردعين للشعب الجزائري واللي باغيين تقنعوا الجزائريين بعد ما فشلتم في أن يكون لكم قدم في البريكس بغيتوا تقنعوهم بأن حتى المغرب ترفض المغرب ما دفاعش ليس مغرب ليس مغرب الإخوان اللي بغى هذا الدليل عاود ملي يطلع لشي لايف عند الصناطيح القناطيح يمشي يقلب عند الأسد الأطلسي غيلقاه تما ليس مغرب شكون هذا؟ نحن نقول باللغة الإنجليزية كما هذا سميتو؟ بلاتي المفروض يكون الشورى بيننا أو نحن نقول باللغة الإنجليزية كونسنسس السفير سميتو السفير أشرف سليمان ولا سلمان ولا مدير ملف الشرق الأوسط بوزارة الخارجية نتاع جنوب إفريقيا فين داير هذا الحوار هذا في قناة ار تي قناة الروسية ماذا قال زعما من يدخل ومن لا يدخل ولكن طلبت ان تدخل 23 دولة منها المغرب ليس مغرب ثم قال ماذا ليس مغرب الجزائر صحيح الجزائر صحيح الجزائرية وكما تعرف نحن نستطيع نتحدث علاقة جنوب افريقيا مع الجزائر
تاريخيا وعميقا. قالهم وكما تعرفون نحن نستطيع أن نتحدث مع الجزائر تاريخيا وعميقا، يعني يبغى يقول بأن احنا الجزائر عندنا علاقة معها مزيانة، ولكن المغرب ليس مغرب. هذه هي التالية ديالكم، ما زالش من التالية، ما زال ما جبناش لافروف وشنو كيقول، خليكم معايا.